مع دخول موسم الصيف كحال أيامنا هذه يهجر البادية الصحراء. وين يروحون له؟ يروحون حول موارد المياه ويتجمعون حولها اللي هي الآبار ويسمونها بالقطين. وموسمه مع قران حادي والذي يقال فيه قران حادي على الماء منادي، فهم يتنادون ويتخابرون عن هذا القطين اللي هو حول موارد المياه. وينتقل الزراع من مساكنهم إلى مزارعهم ويسمونها بالمقيض، وهي الفترة الذي يجلسون فيها طوال فترة القيض، ويستغلون سكناهم بالمزارع في جني ثمر النخيل. وينتقل سكان المناطق التهامية وهي المناطق الساحلية الدافئة إلى المناطق المرتفعة الباردة. لما أناخوا قبيل صبح عيسهم وحملوها وسارت في الدجى الإبل وأرسلت من خلال شق ناظرها ترنو إلي ودمع العين ينهمل. يا راحل العيس حرج كي أودعهم، يا راحل العيس في ترحالك الأجل. عندنا صيف وعندنا قيض. الصيف بداية الحرارة شهر مايو، والقيض شدة الحرارة شهر يونيو ويوليو وأغسطس. فالأجواء ستعطينا الحرارة طوال 90 يوما القادمة، ولن تنفك الحرارة إلا مع دخول النجم الثاني من نجوم سهيل، أي في منتصف شهر سبتمبر. بعض البشر كثر العطاء ما يكفيه ينسى جميلك والوفاء في ثواني. لو تنحرم من قوت يومك وتعطيه يقول لو هو بحاجته ما أعطاني.